أهم المستجدات من يو تي في، أهلا بكم. ألقى الشيخ محمود الجياشي إمام صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر خطبة الصلاة نيابة عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. الخطبة تضمنت رسائل سياسية نارية، قال في مقدمها إن العراق أمام تشكيل حكومة من قبل من لا نحسن الظن بهم، مشددا على عدم إعادة المجرب إلى الحكم لتلافي تكرار المأساة القديمة ومجازر سبايكر والصقلاوية. أننا في مفترق طريق صعب ووعر، إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقا ولم يفلحوا. كلنا سمعنا مقولة المجرب لا يجرب وأردفناها بالشلع قلع، فلا تعيد المجرب فإنه سيستمر بغيه، فلا نريد أن تعاد المأساة القديمة ويباع الوطن وتتكرر سبايكر والصقلاوية وغيرها كثير من صفقات مشبوهة. زعيم التيار الصدري عبر عن شكره لأهالي المناطق المحررة، مؤكدا أنه لولا تعاون المواطنين في الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين لما تحررت مدنهم، ولا منة للحشد عليهم. باسمي واسم الحشد الشعبي نشكر أهالي المناطق المحررة في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى أن رضوا بنا محررين، ولولا تعاونهم لما حررت الأراضي المغتصبة، فلا منة للحشد عليهم. وطالب الصدر بحل جميع الفصائل وتسليم سلاحها إلى الدولة، فيما شدد على ضرورة إعادة تنظيم الحشد وإبعاده عن التدخلات الخارجية. ومن هنا وحفاظا على سمعة الحشد الشعبي يجب إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة والاعتناء بالمجاهدين منهم والاهتمام بأحوالهم وأداء حقوقهم وعدم تفرقتهم عن القيادات في الامتيازات. كما اتهم زعيم التيار الصدري السياسيين باتباع توجهات خارجية، مطالبا بتجذير حب الوطن والتعامل مع الدول الأخرى بالمثل وترك التبعية المقيتة. إن أغلبهم غير مقتنع بأن حب الوطن من الإيمان، فصارت توجهاتهم خارجية. ومن هنا أطالب بتجذير حب الوطن والتعامل مع الدول الأخرى بالمثل، دبلوماسيا واجتماعيا واقتصاديا. عضو التيار الصدري ماجد الفرطوسي قال إن صلاة الجمعة التي دعا إليها الصدر رسالة للوحدة موجهة إلى الجهات الخارجية التي تحاول تفكيك العراق. حقيقة هذه الصلاة هي رسالة، والسيد الشهيد الصدر سابقا قال إن السير إلى كربلاء هذا السير هو شوكة في عين الاستعمار عامة وإسرائيل خاصة، ونحن نقول هذه الشعيرة الطاهرة المقدسة صلاة الجمعة هي أيضا شوكة في عيون الاستعمار والظالمين، ولكي تتوحد الكلمة ولكي نقول للعالم بأننا متحدون وبأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكون كلمتنا العراقيون كلمة واحدة ومنهجنا منهجا واحد. في هذا الوقت أعلنت خلية الإعلام الأمني نجاح خطة الحماية الخاصة بالصلاة الموحدة في مدينة الصدر، وقالت الخلية في بيان إن الصلاة الموحدة كانت مثالا للتنظيم والإدارة الحسنة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية،
فيما أشارت إلى أن قيادة العمليات المشتركة تتقدم بالشكر الجزيل لجميع المصلين والمواطنين على إسهامهم بإنجاح خطتها الخاصة بالصلاة. وبعد الصلاة الموحدة قدم رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرسائله الوطنية إلى الشعب العراقي والمناطق المحررة. الخنجر دعا في تدوينة له على تويتر القوى السياسية إلى استثمار فرصة الصلاة الموحدة نحو خريطة طريق لتشكيل حكومة قوية تحارب الفساد والإرهاب وتعيد للوطن هيبته، واصفا الصلاة بأنها مشهد إيماني مبارك. من جانبه ثمن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رسائل الصدر في خطبة الجمعة الموحدة، مؤكدا أنها خارطة طريق وطنية كانت أساسا لبناء تحالف قوي. الحلبوسي وفي تغريدة له أشار إلى أن العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد تتبنى فيه القوى الوطنية معالجة الأخطاء والخطايا بعيدا عن أوهام وعقد المؤامرة الكونية التي يعيشها بعضهم. وكان مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري أكد أن الصلاة الموحدة تتجاوز القضية السياسية، مؤكدا أنها رسالة طمأنة من زعيم التيار على الاستمرار بالإصلاح. الجابري وفي تصريح متلفز قال إن الصلاة هي لوحدة أبناء الشعب العراقي، فيما لفت إلى أن هناك تعاونا كبيرا من القوات الأمنية في عمليات بغداد، مشيرا إلى أن اللجنة التنظيمية للصلاة تجاوزت كثيرا من الجوانب التنظيمية الخدمية واللوجستية والأمنية. بالله من ألتقيكم في 8 مساء وتغطية إخبارية خاصة بهذا اليوم. إلى اللقاء.